السلام عليكم. حنا جيناكم دابا في الحلقه الثانيه ديال الكوميونيتي ديال نهار الجمعه 31 جونفي. اللي تيب ديالها هو تنقاز 4000 متر 16 عام. اللي ما شتيش اخويا الحلقه الاولى راه غادي نحط لكم اللين ديالها في الوصف، اعتبرتها غادي تشوف الوصف، غادي تدخل لها غادي تاناليزي العودان راسهم. دابا هنا في الحلقه هذه غادي نشوف فيها الدرايفرات ونشوف فيها لي زون ترينور. قبل ما نطول عليكم بزاف الخوت ندخلوا ديريكت شمول لعالم النقاش. اخوتي انا تاناليزي معاكم، راه ما فهمتي غير نلوح لكم في بروغرام غنلوح العودان، ما تلعبش لعبي فهمتي، من الاحسن بلا ما يدير لعبه تا غير اناليزي، ولا بانت لك شي حاجه خويا ديرها والله يسهل على كل واحد. المهم بلا ما نطول عليكم بزاف، هنايا كما تشوفوا هنا هما العودان الاولاني الثاني. اش غنديروا دابا؟ غادي نشوفوا لي زونترينور العودان اللي داخلين بهم، شوفوا شحال كل اونترينور شحال داخل بعود. هنايا 16 دخلوا بريسو، هنايا شارلي، هنا كلايو كوتان 14، كوتان هذا معروف هذا 14. هنايا هنا فرانك نيكولا مدخل جوج، دخل جعودان فرانك نيكولا مدخل جعودان شتي. هنايا اورتيت مدخل ثلاثه العودان، يعني ضروري غادي يدخل فيهم شي عود. مي انا تيبان هاد الستاد اللي هو راه مزيان والله اعلم. عاوتاني هاد لونطين راه حنا ندخلو نشوفوه، ما عندوش شي رباحات بزاف في الكوينتي، ما عندوش فهمت. حنا ندخلو نديرو اناليز دابا وغادي تشوف كيما تتشوفو هنايا شي اورتيت مدخل ثلاثه العودان، يعني ضروري شي عود غادي يدخل ليه هو، وهاد فرانك تا هو غادي يدخل ليه شي عود. يا 8 يا 11، انا بان لي 8 احسن من 11. المهم الخوت ما علينا. انا دابا هنا شنا لي زون ترينور، شنا شحال بدا مدخلين من عود. انا قلنا فرونك مدخل 8 و11، وهاد اورتيت مدخل 4 و6 و15 كما تشوف هنا يا الخوت. هاد الطابلو هذا تيوريوك العودان والرباحات ديالهم في الكوينتي، في الكوينتي نشوفو حنايا على حساب لي فيكتوار، نشوفو كل عود شنو مدير. عندك هاد العود رقم 9 عندو 20 كورس، عندو 4 ديال لي فيكتوار، عندو 7 بلاصي لي كارت، ما عندوش لي كارت ما عندوش. انا العود رقم 5 عندو 20 كورس، عندو 3 فيكتوار 6 بلاصي، عندو وين كارت 16 21، عندو جوج فيكتوار وعندو 4 بلاصي وجوج. من وراه 13، من وراه 3، من وراه 12، من وراه 8، من وراه 1، 15، 14، 11، 10، 4، 2، 7، 6. كما تشوف هنايا غنديرو على حساب الريوسي، واخا ما بيناش عندكم الخوت على حساب الريوسي. العود رقم 10 هو اللي عنده الريوسي لحقاش مشارك مره وحده، ما عندوش فيكتوار ولكن ديك الوحده بلاصق جات روازيه، عنده 100% ديال الريوسي. موراه 8 عنده 9 ديال المشاركات، فيكتوار وحده 5 بلاصي 66% ديال الريوسي. الرقم 9 20 كورس 4 فيكتوار 7 بلاصي، عنده 55% ديال الريوسي. موراه الرقم 5 20 كورس 3 فيكتوار 6 بلاصي، عنده 45% ديال الريوسي. من وراء 12، من وراء 3، من وراء 14، من وراء 11، من وراء 4، من وراء 13، 16، 1، 15، 2، 7، 6. كما تشوفوا 7 و 6
ما عندهمش مشاركات في الكوينتي، هادو الجواكا ما عندهمش مشاركات في الكوينتي. 7 و6 ما عمرهم داروا حتى شي كورس. نمشيو خوت لي زونترينور الكوينتي ديالهم شنو شي ديرو. انا غنمشيو على حساب لي فيكتوار ديال لي كورس. عندك 13 هو الاولاني، 34 كورس، 3 ديال لي فيكتوار، 7 بلاصي. هنايا كالي نايت الرقم 5 عنده 17 كورس، 3 فيكتوار، 7 بلاصي. دين سي باي عنده 18 كورس، 2 بلاصي، 5 2 فيكتوار، 5 بلاصي. من وراء 11 كما تشوفوا، مورا 8 11 و 8 11 و 8 بجوج مزيانين، مي تيبان لي انا 8 يكون احسن. المهم 14 هو راه 11 عنده واحد فيكتوار، 3 بلاصي. من وراء 3 مورا 16 مورا 15 10 9 7 6 4 2 1. كما تشوف اخويا وقف واناليزي على خاطرك، حتى واحد ما مزربك على خاطر خاطرك. دابا نشوفو غنشوفو دابا على حساب لا ريوسي. كما تشوفو الخوت واخا ما بيناش مزيان، المهم عذرونا. المهم على حساب لا ريوسي كاين 5 هو الاول، عنده 58% ديال ريوسي. من وراه 3 57%، مورا 15 50%، 6 50%، 4 50%، 1 50%، 11 46%، 8 46%، 12 38%، 16 37%، 36%، 14 مورا 13 10 9 7 2. كما تشوفوا الخوت هضرنا على حساب لي فيكتوار وعلى حساب هنا لا ريوسي، يعني نسبة النجاح ديالو في ما بين لي كورس و دي بلاسمون و الفيكتوار و لي مدار فيهم والو، تعطوك هاد البورسونتاج. و الحاجة الأخرى الخوت اللي غادي نشوفو هو الأناليز ديال البو ديال العود. شوفو البو ديال العود، كل عودة شنو تزاد فيها شنو تنقص فيه في آخر مسابقة للعبة. هنايا العودان كما تشوفوا حنا نديرو على حساب اللي عنده البو الفوق، اللي زينين البو. انا اللي زينين في البو عندك الرقم 2 عنده 3 كيلو ديال البو زايده، الرقم 1 2 كيلو، الرقم 12 2 كيلو، 3 و 4 و 5 و 8 و 9 و 10 11 13 و 14 و 16 نفس البو. وهادو 6 و 7 و 15 اول اونديكاب عندهم هو هذا. هذا ما كاين الخوت، هادشي اللي كاين الخوت اليوم. باقي البروغرام شويه، راه نلوح لكم البرونوستيك ديالنا ديال البروغرام، ونتمنى لكم الخير. الله يسهل على كل واحد، ما تنساوش اخو الدعم اخوكم، والله يسهل عليكم. خليتكم راحه البال، يلا بسلامه عليكم.